مقابلة صحفية جديدة للرئيس الموريتاني محمد ولي الشيخ الغزواني مع صحيفة لوفيكار الفرنسية تطرقت لجملة من الملفات والقضايا الأمنية والسياسية المتعلقة بموريتانيا والمنطقة، أبرزها مستقبل مجموعة الساحل والعلاقات الفرنسية الإفريقية. وبخصوص مجموعة دول الساحل الخمس التي يتولى رئاستها الدورية، نفى ولي الشيخ الغزواني أن تكون المجموعة قد ماتت، مرتفا أنها ما تزال على قيد الحياة ولم يخرج منها حتى الآن سوى دولة مالي، مشيرا إلى أن الأسباب وراء إنشاء هذه المنظمة وهي مكافحة الإرهاب والجهود المشتركة من أجل التنمية ما تزال قائمة، وما تزال التحديات المشتركة للدول الأعضاء فيها قائمة أيضا. وعن الأوضاع في مناطق مالي المجاورة لموريتانيا، قال ولي الشيخ الغزواني إن شمال مالي وخاصة راو وتمبكتو شهد بالفعل في الأسابيع الماضية وضعا أمنيا هشا، مرتفا أن الوضع الحالي في الساحل وبشكل عام ليس جيدا بل هو سيء للغاية، فجميع الدول بما فيها موريتانيا تتعرض للضغط على حد تعبيره. وحول العلاقات الإفريقية الفرنسية، دعا الرئيس الغزواني إلى إعادة بناء هذه العلاقات بشكل مؤسس على الاحترام المتبادل والعدالة والإنصاف، مشيرا إلى أن ذلك يجب أن يكون على أساس ما هو موجود بالفعل وإيجابي وليس فقط على المستوى العسكري حتى تكون النتيجة مربحة للجانبين. وفي رد على سؤال حول مستقبل فرنسا في إفريقيا، نبه الرئيس الغزواني إلى أنه إذا كان لفرنسا مستقبل واضح في إفريقيا فيجب أن يكون لإفريقيا مستقبل أيضا في فرنسا وأوروبا والغرب، وهذا المستقبل مشترك ولا يجوز تصوره على حساب الآخرين لا في هذا الاتجاه ولا في الآخر على حد تعبيره. وعن ظاهرة الهجرة إلى موريتانيا، قال الرئيس محمد ولي الشيخ الغزواني إن عدد اللاجئين في مخيم برا شرق موريتانيا تضاعف مرتين خلال سنة واحدة، مشيرا إلى أن المخيم بات يؤوي 100,000 شخص وهو أكبر تجمع بشري في موريتانيا بعد العاصمة نواكشوط، ما يجعل البلاد تواجه تحديات أمنية، معربا عن قلقه إزاء تنامي ظاهرة هذه الهجرة. وفي رده على سؤال متعلق بالمأمورية الثانية، قال الرئيس محمد ولي الشيخ الغزواني إنه سيخضع لإرادة أغلبيته والشعب بخصوص الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها عام 2024 في موريتانيا، تاركا باب تفسير هذه الإجابة مفتوحا على مصراعيه. وتحدث الرئيس للشيخ الغزواني في المقابلة التي نشرت خلال الساعات الماضية عن مستقبل فرنسا في إفريقيا وحضور مجموعة فاغنر الروسية والأوضاع في دولة مالي المجاورة وعن ملف قضية الصحراء الغربية وموقف موريتانيا التقليدي منها.